مرحبا بكم متابعينا على مواقع التواصل الاجتماعي في أهم الأخبار في دقيقة. في أخبارنا السياسية، مسلحون يشنون منذ صباح اليوم هجوما ما زال مستمرا على مركز للتدريب العسكري تابع للاستخبارات الأفغانية في غرب كابول. التحالف العربي يقصف مواقع الحوثيين في الحديدة ويقضي على 21 مقاتل. مفوض الأمم المتحدة لحقوق الإنسان الأمير زيد بن رعد الحسين يشدد تحذيره من إبادة جماعية في ميانمار. المرشح المنتمي لتيار يسار الوسط أليخاندرو جيلير يقر بهزيمته في انتخابات رئاسة تشيلي لصالح المرشح المحافظ سيباستيان بينيرا. في أخبارنا المنوعة، تراجع حدة حالة عدم الاستقرار الجوي التي تشهدها معظم مناطق الإمارات منذ مساء أول من أمس على أن تشهد مزيدا من التحسن اعتبارا من غد. انطلاق مركبة تقل 3 رواد فضاء من الولايات المتحدة وروسيا واليابان من كازاخستان أمس الأحد في رحلة تستغرق يومين إلى المحطة الفضائية الدولية.